السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلدية دبي أو حكومة دبي أطلقت منصة تقدر ترفع من خلال الملفات بتاعتك، وتقدر إن أنت تدور على المعلومات اللي أنت عايزها. ده اللي اسمه نظام البناء الجديد، تمام؟ هتلاقي هنا كل المعلومات اللي أنت ممكن تحتاجها، الدراسات اللي أنت ممكن تحتاجها، معلومات عن البيم، عن السعفات، عن كود دبي، الدراسات والأبحاث كلها موجودة في مكان واحد. بالشكل دوت تقدر ان انت تحمل زي ما انت عايز نظام السعفات اهوت، تقدر ان انت تقرا فيه اللي انت عايزه وتشوف المعلومات اللي انت عايزها. فمعمول بشكل حلو ومنظم، حتى لو انت مش شغال في دبي او مالك شغل في دبي، فتقدر ان انت تطلع على المعلومات وتستفاد منها، سواء في البيم، في الاستدامة، في طريقة الشغل. هتلاقي قوانين الموجودة تقدر تطلع عليها، تعميم البناء زي قرار ان البيم يبقى اجباري، هتلاقي معايير الترخيص وتقييم وتجديد شركات المقاولات والمكاتب الشرعية والبيانات بتاعتهم، بحيث لو انت بتدور عليها حاجة تقدر ان انت تلاقيها بسهولة. دي القوانين هي تقدر ان انت تطلع عليها وتشوفها، بحيث تبقى عارف ايه القوانين اللي موجودة. موقع حلو، هسيب لكم الرابط، اتمنى تدخلوا عليه وتشوفوه ان شاء الله.